جدد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ارتياحه الكبير للمسارات والخطط الاقتصادية التي يتم اتباعها وما أثمرت عنه من الاعتماد على نشاطات القطاعات غير النفطية والتي حققت بعضها إسهامات متنامية في الاقتصاد الوطني، وأن التوسع في هذا النطاق يعتبر جانبا حيويا في ظل تحقيق مراتب من النمو للقطاع غير النفطي كونه الأسرع إقليميا، مشيرا سموه إلى ما تم اتخاذه من خطوات مهمة خلال الفترة الماضية في تقديم الخدمات والتسهيلات عبر المنصات الإلكترونية. ووجه سموه حفظه الله في هذا الصدد إلى مواصلة تطوير الخدمات الإلكترونية وخاصة المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية ورخص البناء في إطار التوسع نحو سرعة إنجاز المعاملات من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة التي تسهم في اختزال الوقت والجهد لخدمة مختلف القطاعات، بما يعود إيجابا على المكانة التي تتبوأها مملكة البحرين كحاضنة للاستثمار وتحقيق المزيد من التميز في تقديم الخدمات للمواطنين. وأشار سموه إلى أن المملكة وضمن رؤى حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تسير وفق نهج واضح نحو الاستثمار في الشباب البحريني وتحفيزهم وتشجيعهم وتوفير البيئة الخصبة لهم وإتاحة الفرص أمامهم للإبداع والابتكار والتمكين لما يمثله ذلك من جانب حيوي يجب الاستمرار فيه كونه استثمار مجدي لمس الجميع مخرجاته. مؤكدا سموه لدى زيارته حفظه الله اليوم إلى مجلس سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس سعادة السيد نبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام ومجلس أبناء المرحوم محمد يوسف جلال إيمانه بقدرات الشباب البحريني وعطائهم في الإسهام ببناء مستقبل هذا الوطن العزيز بسواعدهم المبادرة والمنجزة بإصرار كبير والتي قدمت نماذج تحتذى في مواجهة التحديات وتحويلها إلى إمكانات وفرص، وبما قدمته من عطاء مميز رفع اسم مملكة البحرين عاليا في مختلف المحافل والصعد في ظل الدعم المستمر من جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الداعم الأول لمسيرة نهضة وتقدم الشباب البحريني. وفي هذا السياق نوه سموه بدور رواد الأعمال البحرينيين وإسهامهم في تحريك مسارات مهمة في الاقتصاد البحريني حتى أصبحت تجربة مملكة البحرين نموذجا مهما في ريادة الأعمال، ولفت سموه إلى أهمية مواصلة خطط تطوير لقطاع التعليم والتدريب الذي يمثل الأساس الراسخ نحو بناء قدرات وإمكانات أبناء وبنات البحرين كونهم المورد الأهم في البناء التنموي والعمل على زيادة الإطار المعرفي بما تتطلبه مختلف القطاعات والتي من بينها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة. وأضاف سموه أن قطاع التعليم والتدريب يمثل محورا مهما في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومرتكزا أساسيا للانطلاق نحو المستقبل المنشود، كون التعليم هو الاستثمار الأمثل الموجه لصالح المواطن البحريني. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يوليه سموه حفظه الله من اهتمام بزيارة المجالس والالتقاء بأهالي البحرين وتواصله معهم، مشيدين بالرؤى التي يحملها سموه لنماء الوطن وازدهاره وتأكيده على أن الشباب هو المحرك الرئيس للنمو والتطور المنشود للوطن.